صباح الخير بكل إشراقه، صباح شمس البحرين البراقة، صباح يحمل الورد في أعناقه، صباح متجدد ومشرق بنوركم مشاهدينا. صباح الخير إيمان. صباح النور والسرور أحمد. ونبتديها صباح متابعينا بمقولة عجبتني اليوم، واللي تقول إن بعض الناس يقضون عمرهم وهم يحلمون بالنجاح، ليقوم آخرون في الصباح الباكر لتحقيق تلك الأحلام وتحويلها إلى واقع. فعلا إيمان، صحيح فعلا. يعني ومعكم مشاهدين أكيد يا رب نحقق كل أحلامنا ونشوفها قدامنا. أما الحين ننتقل نشوف فقرات حلقتنا لهذا اليوم. بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي لمرض السكري واللي صادف 14 نوفمبر، وتحت رعاية معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية البحرين للسكري، تماشياً مع سياسة مملكة البحرين في تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي ظل التوجيهات الرامية إلى تقليل الانبعاثات الضارة اللي تصدر عن أحمد. مستعد متحمس حق هالتجربة؟ حق متحمس حق هالتجربة، لأن أحس فعلاً من التجارب اللي راح تكون ناجحة وراح نتعلم فيها وايد. أنا بالنسبة لي يمكن التجربة شوي بتكون مو بحبتها وايد، يمكن لأن ما أحب السيارات وايد، مو مهتمة في المجال، بس أتوقع أن أنت اليوم بتغلبني. أنا أحس إن شاء الله. أنا كل مرة أقول بس لا 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 لا، شوف لا تقول كل مرة. هذه أول صالة آي ماكس بالسيتي سنتر هوني، وهي التقنية بتختلف كلياً عن الصالات البيئية. هيدا الأفلام يا إخوي. أنا فهدي. شباب. إيه إخوي إيه. جايينكم إيه؟ جايينكم. دعوة فهدي. ما مرات قطة في الشارع. هنود بيشربون شيء. ولا زين نظافة من الليمون. ترك عنك تقعد فلسف. إيه إخوي. نظافة من الليمون. ومن بعد ما تعرفنا على محطات جولتنا اليوم بنتصفح جرايدنا البحرينية، لكن قبل ما نبتدي مع أخبارنا لليوم أحمد، بتحطني شكر اليوم ولا لا؟ شوفي إيمان، اليوم ما راح أحط لك بعد شكر، لأن اليوم بعد عندنا فقرة عن مرض السكري، فلازم أن إحنا نتبع هذه العناية والتشخيصات هذه. إيمان، أنا مفروض أن أخذ عليه صراحة فلوس بعد ومعاش على صبة الشاي هذه، فباشر لازم تصبين لي. أوكي معلي، يعطيك العافية. ومشاهدينا بنبتدي خبرنا الأول مع صحيفة الأيام. وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقول 62% من جميع الأعمال الإنشائية للمبنى الرئيسي لمشروع مركز الفرز البريدي بالمنطقة الصناعية في الحد، كما تم الانتهاء من محطة الكهرباء الفرعية وتسليمها إلى هيئة الكهرباء والماء، ويجري حالياً استكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الموقع العام والسور الخارجي، ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع خلال الربع الأول من العام القادم. نعم إيمان، والخبر الثاني الموجود عندنا من صحيفة البلاد اللي تقول أن الكهرباء والماء تبدأ بتركيب 50,000 عداد ذكي، حيث قال نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين في هيئة الكهرباء والماء عدنان فخرو أن الهيئة استبدلت نحو 50,000 عداد ذكي في مختلف مناطق مملكة البحرين، وذلك من أصل نحو 350,000 مشترك، وأنها باشرت العمل على تركيب 50,000 عداد آخر. بالتأكيد يعطيهم ألف عافية. ألف عافية على جهودهم الواضحة والملموسة في مجال الكهرباء والماء. صحيح. طبعاً خبرنا الثالث يقول بأن التربية تبحث مشاريع الخطة التنفيذية لأهداف استراتيجية البحث العلمي، حيث اجتمعت لجنة البحث العلمي المنبثقة عن مجلس التعليم العالي
برئاسة الدكتور إبراهيم جمال الهاشمي عضو مجلس التعليم العالي، وذلك بقاعة الاجتماعات بالأمانة العامة للمجلس بحضور أعضاء اللجنة اللي تضم ممثلين ذوي الخبرة في مجال الأبحاث من الأكاديميين وكذلك من قطاع الصناعة والأعمال. وفي خبرنا الخامس أيضاً، طلبة إعلام جامعة البحرين ينظمون حملة بيدك نبض بالتعاون مع الدفاع المدني. نظم طلبة العلاقات العامة بقسم الإعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين حملة تسويق تحت عنوان بيدك نبض، وهي من ضمن الحملات اللي ينظمها الطلبة ضمن مقرر التسويق الاجتماعي بإشراف من الدكتورة ليلى الصقر. طبعا دائما جامعة البحرين تنظم العديد من الفعاليات، العديد من المؤتمرات. نعم. يعني ما شاء الله مبدعين في هذا المجال، وهي سباقة فعلا بهذا. نعم. الأمر، وأنا حاب أتكلم عن هذا الموضوع بالخصوص. نعم. عن موضوع طلبة إعلام جامعة البحرين وخصيصا طلبة العلاقات العامة في تخصص الإعلام، لهم جهود كثيرة في مادة التسويق الاجتماعي، ومثل ما قاعد نشوف إيمان في السوشيال ميديا هنالك العديد من الحملات، مو بس هذه الحملة الموجودة، هنالك العديد من الحملات واللي طبعا تدعمها دكتورتهم الدكتورة ليلى الصقر، ولهم ألف شكر على جهودهم الواضحة. الحين أنا راح أروح في أوراق أخبار الخليج. نعم. حيث المنامة هي أفضل مدينة في العالم للوافدين، حيث تحتل المنامة عاصمة مملكة البحرين المركز الأول في ترتيب المدن للوافدين لهذا العام، مما يعكس تصدر مملكة البحرين في ترتيب البلاد للمغتربين لعام 2017، حيث تم تصنيفهم على أساس مجموعة متنوعة من العوامل مثل نوعية الحياة في المدينة وسهولة الاستقرار والحياة العملية في المدينة، بالإضافة إلى التمويل والسكن. بالتأكيد طبعاً أحمد، أنا عندي خبر أخير يمكن شوي غريب. إحنا تعودنا دائماً على خدمة التوصيل في المنطقة، لكن صح. هالمرة خدمة توصيل طلبات لكنه إلى الفضاء. حصل رواد فضاء على فطائر بيتزا ومثلجات آيس كريم، فبعد يومين من إطلاقها من فيرجينيا وصلت سفينة إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، وبجانب معدات ناسا ومستلزمات تجاربها حملت كبسولة أوربيتال إتيك آيس كريم شوكولاتة وفانيلا لستة رواد فضاء في المحطة. فضلاً عن فطائر بيتزا، تحتوي الكبسولة على جميع المواد المستخدمة في صناعة البيتزا الأرضية، كما حصل رواد الفضاء على مثلجات مثل شحنة كبيرة مجمدة لأكواب الآيس كريم وسندويشات، وأيضاً الآيس كريم وعبوات الفواكه المجمدة. يعني كل شيء اللي بخاطرهم وصل لهم حتى للفضاء. للفضاء. يعني حين صار ما في شيء صعب، كل شيء ممكن يوصل. صحيح. حتى للفضاء ما شاء الله. شفت شلون تغيرت؟ يمكن إحنا تعودنا دائماً خدمات التوصيل تكون من منطقة لمنطقة، لكن للفضاء. هذا شيء وايد حلو. صحيح، يعطيهم العافية طبعاً. مشاهدينا، تحت شعار المرأة والسكري انطلقت أكبر محاضرة للتوعية بمرض السكري، وبالتزامن مع احتفالات منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للسكر. نترككم مع هذا التقرير للتعرف أكثر عن هذا الموضوع، وأكيد راجعين لكم. بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي لمرض السكري واللي صادف 14 نوفمبر، وتحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية البحرين للسكري، نظم وزارة الصحة أكبر محاضرة توعوية عن مرض السكري على مستوى مملكة البحرين في فندق الخليج للمؤتمرات تحت شعار حقنا في مستقبل صحي، لكسر الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام العالمية. شارك في تنظيم المحاضرة المجلس الأعلى للصحة والمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الجامعي وجمعية السكري البحرينية.
للتعرف أكثر على هذا الموضوع يشرفني وجود الدكتورة أمل الغانم استشارية طب عائلة وأخصائية أمراض السكري. هلا ومرحبا فيك دكتورة وصبحت الله بالخير. صبحت الله بالخير والسرور، وأنا صراحة وايد مستانسة إن أنا معاكم، يعني إن شاء الله نقدر إن إحنا نعطي معلومات كفاية في هذا اللقاء. إن شاء الله بالتأكيد. طبعاً دكتورة في البداية لو بنتكلم يعني خلال سنوات اللي طافت ما شاء الله نشوف وزارة الصحة دائماً سباقة بالخدمات اللي تقدمها لمرضى السكري، فياريت لو تخبرينا عن هذه الخدمات. إحنا طبعاً في عندنا في وزارة الصحة والمراكز الصحية كثير من الخدمات اللي تخص المرضى السكر وكذلك الأمراض المزمنة. في عندنا طبعا هي مراحل، في عندنا اللي هو اللي قبل الإصابة بالسكر أو بالأمراض المزمنة، في عندنا عيادة الاختطار موجودة في كل المراكز الصحية. عيادة الاختطار هي المعنية بالعوامل الاختطار، مثلا في عندي مراجع يعني عنده زيادة في الوزن أو يدخن أو عنده تاريخ عائلي بأي مرض مزمن، هذه احنا نوجهه أنه يروح حق هذه العيادة. فهذه أنا شفت الشخص قبل حتى لا يصيد المرض. في عندنا اللي هو عيادة الأمراض المزمنة، هي العيادة هذه موجودة كذلك في كل المراكز، هي تخص كل المصابين بالأمراض المزمنة، سكر، ضغط، كوليسترول، قدة الدرقية، الربو. فممكن هذا المريض يتابع في هذه العيادة، طبعا بيكون فيها ممرضة مؤهلة وكذلك فيها طبيب عائلة. في عندنا اللي هو العيادة جدا تخصصية اللي هي عيادة السكر المركزية، فيها أخصائي السكر موجودة في كل المراكز الصحية، وهذه المعنية بمتابعة المريض وخاصة الحالات اللي تحتاج متابعة قريبة وتحتاج إلى يعني إن إحنا إن ممكن تحتاج إن نحولها للعيادات التخصصية في سلمانية، أو تحتاج إلى أدوية معينة لا يستطيع أن يسجلها إلا الطبيب المختص اللي هو أخصائي السكر. هذه العيادة طبعاً فيها، إذا بنسترسل بتكلم عن هذه العيادة لأن أنا أغطي في هذه العيادة، هي عيادة جدا يعني للمرضى اللي يحتاجون مساعدة، اللي مثلا سكريهم مرتفع غير مضبوط، عندهم مضاعفات السكر، فيقوم أخصائي السكر بالتعاون مع الممرضة المؤهلة إنهم يحتمون هذا المريض، يخلون يعرفون ليش سكري مو مضبوط، هل يحتاج أدوية زيادة، يحتاج مبديع على إبر الأنسولين اللي هي الأقلام، هل عنده مشاكل مثلا في العمل أو في البيت يحتاج إن احنا نحوله حق الباحثة الاجتماعية وحل هذه مشاكل. فهذه العيادة هي تقريبا يعني توازي عيادة السكر الموجودة في السلمانية، يعني هي تمهد الطريق أيضا يعني للمريض وأيضا للدكتور بحيث أنه يتعرف على المرض أكثر وهذا التشخيص. أيوة، هو طبعا يعني لأن هذه شوية عيادة تخصصية أكثر، فيها بعض الأدوية اللي قد لا تكون موجودة في العيادات الأخرى. كذلك احنا عندنا يمكن لأن قريبين من المريض أكثر، يتابع دائما عند نفس الدكتور، فتكون العلاقة قريبة جدا بين المريض وبين الطبيب. الشيء الثاني طبعا احنا خلال هذه العيادة قدرنا ان احنا نقوم بكثير من البرامج، من ضمنها برنامج تثقيفي مؤهل لجميع المرضى المتابعين لهذه العيادة. القرض منها ان يكون هذه المريض عنده جميع المعلومات، انا لما اعلم واثقف المريض بمرضه هو راح يساعدني ويساعد نفسه في التحكم في معدلات السكر وبالتالي تجنب حدوث المضاعفات. دكتورة، بحسب تقارير المنظمات الصحية هنالك أكثر من 220 مليون ألف مريض بهذا المرض السكري، فلو تكلمينا عن شنو الإجراءات اللي ممكن تتخذ أو شنو الإجراءات اللي أنتوا راح تتخذونها أو تتخذونها؟ طبعا للأسف أن الأرقام هذه بازدياد، وإذا إحنا ما اتخذنا أي خطط وبرامج للحد من زيادة هذه الأعداد، إحنا نقوم بمراج تثقيفية من ضمنهم هاي البرنامج اللي أنا تطرقيت له. هذا البرامج يمكن برنامج حق المريض نفسه إن إحنا نعلمه شلون يعتني بصحته، وطبعا برنامج في كذا قسم من المركز يكون منضم معنا في هذا البرنامج اللي هو قسم الأسنان، قسم تعزيز الصحة، الباحث الاجتماعي، الطبيب، كذلك قسم التمريض. في عندنا كذلك هاي بالنسبة حق المريض اللي اوريدي يعاني من مشكلة السكر. في عندنا برامج أخرى تثقيفية، هذه البرامج التثقيفية يعني القرض منها التعريف وتوعية المجتمع بحجم المشكلة وكيفية ان احنا نتقلب على هذه المشكلة وما نحط أعداد زيادة تحت مسمى مريض سكر. طبعا التثقيف يبتدي من البيت،
فلازم نوعي الأهل، نوعي في المدارس، في الجامعات، في أماكن العمل، في عندنا حتى حملة احمي قلبك يوصلون للموظفين في الأعمال. شيء جميل. أيوة. وفي عندنا طبعا الصحة المدرسية معنية بتثقيف طلبتنا في المدارس. يعني دكتورة لو بنتكلم، شلون شفتوا تفاعل المرضى مع البرامج اللي وضعتوها بخصوص هذا الموضوع؟ في تفاعل كبير صراحة، وخاصة حق اللي مثلا مصاب واحد عندهم في البيت، فبقية الأهل يبون إن هم يسمعوا بعض النصائح على أساس إنه ما يمرون في هذه المراحل أو ما يصيدهم هذا المرض. ففي إقبال الحمد لله بالنسبة حق مرضى، إنه في إقبال كبير على البرنامج التثقيفي، في وعي كثير الحمد لله عندنا في المملكة البحرين. المريض يحاول يساعد روحه، أهل المريض اللي معاه في البيت مثلا إذا هو زوجته تحاول تعرف شنو النظام الغذائي اللي يحتاجه زوجها عشان هي تقدر تساعده تطبخ له الغذاء المناسب. في طبعا اهتمام من ناحيه حتى الابناء، مثلا الاب والام مصابين دائما يخافون على ابنائهم، فالحمد لله في تقبل. طبعا بالنسبه حق الحمد لله المرضى اللي يتابعون عندنا في العياده، نحاول ان احنا يعني نشاركهم في قراراتنا بالنسبه حق صحتهم، مشاركه المريض في اتخاذ الادويه، في المتابعه، وايد يعطي حريه في ان هو يعني يتابع معنا، يلتزم اكثر بالادويه، لان تعرف يعني تعرفون المريض هو اللي راح يلتزم بالدواء. فاذا انا اعطي الخيارات، مثلا في بعض المرضى يرفضون، خاصه مثلا الابر الانسولين، يعني وايد في مرضى يخافون منه لعوامل كثيره يعني. فنحاول نعطي البدائل اذا كان في بدائل، او نوصل معاه الى مثلا اتفاق ان حاول تخلي سكرك في هذه المعدلات، حاول تغير نمط حياتك، حاول تمشي اكثر. فلازم ندخل المريض ونخليه هو ياخذ بعد يتخذ القرار، وخاصة في موضوع صحته. نعم. يمكن تشوف دكتورة الكثير من الناس يجهل مضاعفات مرض السكري، ممكن انه ما يبالي لها ويقول مثلا انا صغير وما احتاج اني التزم بهذه القوانين وهذه الاشياء. فلو نتكلم شنو الممكن اللي نسوي مع هذا المريض، وشنو الاجراءات اللي ممكن تكلمين عنها؟ صح. هو طبعا مضاعفات السكر عندنا كثيرة. في عندنا المضاعفات الحادة والمضاعفات المزمنة. المضاعفات الحادة اللي هو ارتفاع حاد في السكر أو انخفاض حاد في السكر، أو يكون عندنا الأحماض الكيتونية. هاي بالنسبة حق النوع الأول، بعض الأشخاص اللي يعانون من النوع الثاني. المريض يمكن اللي صغير في السن يمكن يصيده هذه الحالات أكثر، خاصة يعني إذا خاصة النوع الأول اللي يمكن ما يأخذ الجرعات الإنسولين في وقتها المناسب، أو يأخذ جرعات أكثر أو جرعات أقل، أو ما يأخذ الجرعة فبصيده ارتفاعات حادة. بالنسبة حق المضاعفات المزمنة كثيرة، هو ما له علاقة يعني بالعمر، ترى اللي يهمل صحته ممكن يصيده المضاعفات في عمره صغير. والمضاعفات كثيرة، يعني مضاعفات على يعني على مستوى كل الأجهزة في الجسم، على مستوى الدماغ عندنا الجلطات الدماغية، عندنا الشبكية، التهاب الشبكية، حتى الأسنان. في ناس وايد تجهل أن المشكلة ممكن تصير في الأسنان واللثة. كذلك القلب، للأسف إحنا عندنا أكثر من 50% من حالات الوفاة بسبب مضاعفات السكر هي القلب، يعني جلطات القلب. في عندنا طبعا اللي هو الفشل الكلوي، الأقدام السكرية، اعتلال الأعصاب. كثير من المرضى يعني أنا عورني وقلبي والله، لأن العيادة يشتكون من آلام شديدة في الأقدام. فهذا كان ممكن أن احنا نبعد الإصابة، بس مجرد أن احنا يعني ناخذ أدويتنا ونحافظ على معدلات السكر في المعدلات الطبيعية، وما نحط في بالنا هذه الفكرة أنا توني صغير ما بصيرني المضاعفات. لا، ممكن تصير. يعني أنا عندي في آخر الحين أسبوع يعني مريض من النوع الأول، أهمل صحته، وخاصة أنه ما عنده أعراض. إحنا عندنا مشكلة الأعراض، يعني اللي ما صيده أعراض، اللي هو الأعراض ارتفاع السكر ودخول الحمام الله يعزكم، شرب الماء بكثرة، ما يحس يعني هذا أعراض مزعجة شوية، ما يحس فيها، يهمل صحته. فعمره 36 سنة وعنده يعني اعتلال في شبكية ما يشوف عدل، فوق هذه عنده مشاكل في الأقدام، وعنده فشل كلوي. يعني اسفني، يعني عمره 36 سنة. صحيح. لأنه يعني أهمل صحته وما كان يتابع، وحن يتابع يعني. فنقول يعني هذه الصحة مثل ما قال ما لها عمر، والأمراض ما لها عمر، والواحد لازم أنه يلتزم بهذه القوانين. صحيح. كلها. صحيح. الدكتورة أمل الغانم، استشارية طب عائلة وأخصائية أمراض السكري، كل الشكر والتقدير على تواجدك معنا.
يعطيكم العافية واستمتعت معاكم، وإن شاء الله أنا أتمنى أن كل اللي يشوف هذه الحلقة نعم. بصراحة يعني أول شيء الوقاية خير من العلاج فعلا. يعني دائما نقي روحنا عن طريق الأنماط الحياة الصحية، عن طريق أن الواحد يأكل الغذاء الصحي، وعشرة آلاف خطوة، إحنا نقول عشرة آلاف خطوة في اليوم راح تقينا من الأمراض المزمنة فعلا. صحيح، الصحة والرياضة جزءان لا يتجزآن من بعض، وبكذي ننتقل وياكم من فقرة الصحة إلى هذا التمرين الرياضي اللي بيساعدنا على بناء لياقتنا وتقوية صحتنا أكيد، وبعدها نروح فاصل وراجعين لكم بالتأكيد. صباح الخير مشاهدينا، اليوم راح أقدم لكم تمرينين من التمارين الرياضية. أول تمرين راح يكون بيكون حق الأبر أبس واللور أبس، بيكون بهالطريقة. خلصنا التمرين الأول، وفائدة التمرين حرق الدهون منطقة البطن. هاي كان تمارين اليوم، وإن شاء الله استفدتوا منها. مع السلامة. بدأت محمية العريم باستخدام أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية اللي بدورها تمثل أفضل خيار صديق للبيئة ونقلة اقتصادية مميزة. خلونا نتابع هالتقرير. تماشياً مع سياسة مملكة البحرين في تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي ظل التوجيهات الرامية إلى تقليل الانبعاثات الضارة اللي تصدر عن المركبات اللي تعمل بالوقود، والاهتمام العالمي المتزايد بتقليل التلوث البيئي وموضوع تغير المناخ وآثاره، اتجهت الأنظار إلى التركيز على المركبات الشمسية والعمل على تطويرها كخيار أفضل للبيئة. وبدأت محمية العرين باستخدام أول سيارة من هذا النوع تعمل بالطاقة الشمسية واللي بدورها تمثل أفضل خيار صديق للبيئة. فهذه السيارات مزودة بألواح شمسية على سطحها تقوم باستقبال أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة كهربائية. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد التقرير، ومعنا في الاستديو مشرف العلاقات العامة في محمية العرين فاضل العبد الله عشان نتكلم معاه أكثر عن هذا الموضوع. صبحك الله بالخير استاذ. خيرات، مرحبا. أهلا وسهلا. طبعا استاذ فاضل، في البداية نبي نتعرف ليش أقدمتوا على استخدام هذه السيارة بالتحديد في محمية العرين؟ أول شيء إحنا في المحمية مكان الناس يحبون يسترخون فيه. نعم. إحنا كنا ننقل الزوار بباصات ديزل. كان ضوضاء، ازعاج زيادة عن اللزوم، في نفس الوقت تلوث. صحيح. يضر الإنسان ويضر الحيوان والنباتات بعد. ففكرنا أن نجيب سيارات كهربائية تمشي بالكهرباء. من قبل تقريبا سنة ونص اكتشفنا أن مو بعملية حق البحرين. سيارات بالكهرباء على طول فيهم مشاكل. صح. تقنيتهم مو بذاك الزود حق المكان اللي احنا بنستخدمه والوقت اللي نستخدمه. نعم. فاضطرينا ان نجيب شيء بديل اللي هو الطاقة الشمسية. نعم. صديق للبيئة، فكرة نوعية جديدة في البحرين. وعليها اقبال وطلب حلو. نعم.
أكيد السيارة مثل ما قلت أنها مميزة ومتفردة، شنو المميزات الأخرى في هذه السيارة؟ المميزات الثانية أن هذه السيارة تعتبر نفس سيارة الجولف. نعم. اللي يستخدمونها في النوادي. بالضبط. هذه تتسع حق 15 شخص. نعم. ما شاء الله. العادة سيارات الجولف 2 أو 4 هذه حق 15 شخص. فهذه شيء يميزها. صح. وإذا تلاحظها شكلها نفس الباص صغير. حلو. ميني باص. شيء حلو انها تنقل اكبر عدد من الركاب، يمكن احنا متعودين سياره الجولف يعني ماكسيمم تكون 4 لكن هذه 15 شخص بالضبط. فهذا شيء جميل. يعني استاذ لو بنتكلم عن كيفيه استخدام السياره اللي بالطاقه الشمسيه، شو الاختلافات بينها وبين السيارات الثانيه وشلون تستعملونها في المحميه؟ هل لنقل الزوار مثل ما تفضلت او ممكن تستعملونها حق اشياء اخرى بعد؟ احنا حاليا نستخدمها بس حق نقل الزوار. تقريبا نركب الزوار وناخذ فيهم لفه حول 8 كيلو. ثمانية الى 9 كيلو. نعم. حلو. السياره تعمل بالطاقه الشمسيه. بالطاقه الشمسيه. وحين احنا راح ان شاء الله يجي لنا الشتاء بهالحاله اذا غابت الشمس فشلون راح تتعاملون مع هذا الشيء؟ هي تمشي على الطاقه الشمسيه على اشعه الشمس، مو بشرط ان تكون الشمس حاره. اوكي. هو مجرد ضوء الشمس. واذا كانت غيوم ومطر. هو فيها بطاريات مثل ما شفنا في التقرير. فيها بطاريات تخزن الطاقة من الشمسية للكهربائية وبعدين للحركية. لكن كم المرة تستعملون هذه السيارة يعني في المحمية نفسها؟ احنا نستخدمها تقريبا 8-9 مرات في اليوم. توتل الكيلومترات اللي نمشي فيها تقريبا 80 كيلو. وبعدها تكون تحت الشمس عشان تاخذ طاقتها وترجعون تستعملونها مره ثانيه. بالضبط. شيء حلو. شيء حلو ما شاء الله. اتوقع احمد لازم نروح محميه العريق ونجرب هالتجربه. انزين استاذ، بما ان هذه السياره هي السياره الاولى في مملكه البحرين، انت قلت يمكن نقاط في بدايه اللقاء بانكم استخدمتوا هذه السياره عشان تقللون من التلوث، شنو الاشياء الثانيه اللي حابين توصلونها وشنو الاهداف اللي حابين توصلونها للجمهور من خلال استخدامكم لهذه السياره؟ والله انا قاعد انصح اكثر الزوار خصوصا الطبقه اللي عندهم منتجعات او عندهم مثلا فيلل في درات البحرين او حتى في رفاع فيوز، ان بدل ما يستخدمون سيارات الجولف الكهربائيه المكلفه يستعملون السياره اللي على الطاقه الشمسيه. نعم. تكون اوفر لهم بوايد. صحيح. وحلوه احسها يعني مع الهواء ايمان. صح. يهفهم غير الباصات يكونون يعني في مكان واحد. بالضبط. اي. حتى ممكن يستمتعون بالاجواء الموجوده. صح. في المحميه. يعني استاذ فاضل مثل ما نعرف ان ما شاء الله محميه العرين يتردد عليها الكثير من الزوار وايضا طلبه المدارس ينظمون لهم رحلات للمحميه، فشلون شفت ردود فعل الاطفال والمدرسات اللي يتواجدون في المحميه بوجود هذه السياره؟ انا اللي لاحظته خلال الاسبوع اللي طاف مع السياره ان طلاب المدارس يجون يشوفون السياره ويحبون يركبونها، خلال يوم او يومين اشوف نفس الطالب مع عائلته. حلو. الله عجبته يعني. شكله قال حق اخوانه او خواته. حلو. ويابهم مره ثانيه عندنا. نعم. بما ان محميه العرين فيها انتم قاعد تواكبون التطور اللي صاير من بينها طبعا هذه السياره، شنو الجديد اللي من بعد هذه السياره؟ شنو الاشياء الجديده اللي راح تجيبونها واللي تفكرون انكم تسوونها في محميه العرين؟ احنا قاعدين نفكر اكثر شيء في الطاقه. نعم. وفي الكوست، يعني عندنا خطه ان محميه العرين تكون تشتغل كلها على الطاقه الشمسيه. يعني في المستقبل القريب ان شاء الله بتكون مثلا الاناره تعتمد على الطاقه الشمسيه. نعم. في المستقبل يمكن المكاتب مكيفات المكاتب تكون على الطاقه الشمسيه. حلو. يعني راح يكون كل شيء يعمل بالطاقه الشمسيه. بالطاقه الشمسيه. يعني استاذ فاضل نبي نعرف كم عدد السيارات الموجوده بالطاقه الشمسيه وهل هي تكفي لجميع الزوار لو كان في يعني ساعات ممكن دائما في خصوصا ايام الاجازه. صح. في الويكند ممكن يعني اقبال الزوار اكثر، فهل السيارات الموجوده تتحمل العدد الكبير من الزوار ولا تفكرونكم ايضا تجيبون سيارات اكثر؟ احنا حاليا عندنا سيارات كهربائيه تقريبا في المحميه حول ال 20 سياره. سياره الطاقه الشمسيه استلمنا واحده وتقريبا قبل عيد الوطن ان شاء الله بنستلم 3. نعم. يعني راح يكون ان شاء الله في ان شاء الله ان شاء الله. نعم. في النهاية لو تكلمنا أو تقول لنا رسالة حاب توجهها في نهاية هذا اللقاء للجمهور.
رسالتي ان تيون محميه العرين وتشوفون السياره تجربونها. على الطبيعه وتجربونها. اتوقع احنا شيء. اللي لازم نروح محميه العرين. احنا صراحه ودنا نروح محميه العرين مو بس حق السياره. انا اللي عرفته بان ايضا الحيوانات الموجوده في محميه العرين انكم استخدمتوا حيوانات جديده. اي وطبعا عندنا زياده نوعيه. حلو حلو شيء جميل. على احمد لازم نزورهم. لازم يبي لنا لازم يبي ما, ما عندكم حجه. الجو تعدل. اي وقاعد يتعدل الجو تعدل. اهم شيء الجو. صح. يعطيك الف عافيه وما قصرت على هذا اللقاء والحديث. وبشذي مشاهدينا وصلنا لنهايه هذا اللقاء اللي كان معنا فيه فاضل العبد الله مشرف العلاقات العامه في محميه العرين. كل الشكر على تواجده معنا اليوم. مشاهدينا راح ننتقل حق فقرة خلنا نجرب، فقرة تنقلنا كل أسبوع أنا وأحمد إلى تجربة جديدة وغريبة وغير معتادة أكيد. إيمان يمكن أنا أول مرة أتعامل مع هالتجربة العجيبة، وحلو أن الواحد يجرب كل شيء ويكتشف المواهب المدفونة اللي عنده وما يقول لا. خلونا نشوف هالتقرير. مستعد متحمس حق هالتجربة؟ أنا متحمس حق هالتجربة لأن أحس فعلاً من التجارب اللي راح تكون ناجحة وراح نتعلم فيها وايد. أنا بالنسبة لي يمكن التجربة شوي بتكون مو يعني مو بحبتها وايد، يمكن لأن ما أحب السيارات وايد، مو مهتمة في المجال. بس أتوقع أن أنت اليوم بتغلبني. أنا أحس ان شاء الله. انا كل مره اقول بس لا 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 شوف لا تقول كل مره، بس بقول ايش هالتجربه احسها راح تفيدك وايد. شوف هي راح تفيدني اكيد، انا راح اتعلم وايد اشياء وحق تودي سيارتك. حتى لما بقول خلينا نسولف ونروح نكمل. نروح بشوف انا ولا يلا. زين مستانس الحين. وبعدين شفتي ذي الزر؟ اي مو في واي هي. زين نقطع عشان يكون بالعدل. اقول لك لا تشمخ سيارات الناس. نبتدي بسم الله. مو بسهل. هذه حق الزوايا. وديش تجربي؟ يلا. ترى هو في ثلاث خطوات. جرب ثلاث خطوات نشوف. وهذي ثقيل. أسوي حركتك يا أحمد. قام يقحف وشمخ السيارة. بدايتها ما شاء الله. ترى الشغلة مو بسهلة. قوم. خلص وقتك. تعلم. اي والله ترى صدج. اي والله فارق. لا صدج فارق. اول تسوي فاكيوم. اي تحت في رمل طرافي صغير صغير كسره هذا جول كامل. طبعا اليوم راح استخدم اداتين. في البدايه اللي هي المكنسه راح اخم السياره من الداخل. ثاني شيء راح استخدم الهواء على قولة العامل من شوي. فراح ابتدي. تجربة اليوم كانت وايد حلوة، تعلمنا فيها وايد اشياء وتقنيات حديثة حق السيارات. طبعا ايمان طول الوقت كانت تنظف هالخرجه بهالسيايير، وانا كنت اسوي وايد اشياء وتعبت صراحه للامانه. واتمنى ان فعلا احنا قنعناكم من خلال هذه التجربه. اتمنى ان احمد قاعد يشوفني الحين يقول لي انا ما اصلح حق هالشغله.
تجربتنا اليوم كانت ما بقول مختلفة، كانت شوية غريبة علي. يعني مسألة إن أنا أنظف السيارة، كنت متحمسة إن أنا أنظف السيارات هني، بس تعلمت وايد أشياء. يعني أتوقع الحين لو بودي سيارتي مكان أي مكان عشان ينظفونها، بعرف شو الأشياء اللي يستعملونها حق السيارة، شو الأشياء اللي تخرب السيارة، وشو الأشياء اللي راح تفيد السيارة. ساعات تيهم يعني يمكن اليوم مروا علينا سيارات كثيرة، مرت علينا السيارة اللي وايد وسخة، فكان شيء شغل فيها أكثر، كان شغل فيها من داخل ومن برا. فكان في مواد معينه عشان ينظفون هالسياره، مو بس احنا تعودنا ماي وصابون او نوع من الكيميكال معين، لا في انواع مختلفه فتعلمتها اليوم. فانتم بتشوفون التجربه بنفسكم وبتحكمون اذا احنا نقدر يعني نتقبل ذي الموضوع اكثر ولا لا. رجعنا لكم من جديد مشاهدين، بعد ما شفنا فقرة خلنا نجرب. أحمد أتوقع تغلفني في هالتجربة، أنا ما صح أني أغير كانت سيارات. صراحة تجربة وايد حلوة إيمان، وإن شاء الله راح نكررها هذه أسبوعيا للمتابعين. ولا تنسون تابعونا كل أسبوع في هالفقرة وبتشوفون أشياء جديدة وحلوة إن شاء الله. اليوم فقرتنا الفنية بتكون غير، مع فنانة قديرة تميزت بأخلاقها الرفيعة ولهجتها البحرينية الحلوة، اثبتت نفسها في مملكتنا الغالية وفي كل مكان. اسمها ارتبط بدور المرأة الطيبة والمغلوب على مرها، لكن هالشيء اللي ما يعرفونه المشاهدين هو شخصيتها في الواقع. خلونا نتعرف عليها أكثر. صبحت الله بالخير أم محمد. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، ونصبح على المشاهدين الكرام في كل مكان. مشكورين على هالاستضافة والمقدمة الحلوة. الله يسلمك. هذه حقك صراحة، أنت كنتي الأم اللي كنا نتابعك في التلفزيون، وكنا ناخذ منك ونعتبر منك من المواقف اللي كانت والرسائل اللي تقدمينها من خلال أعمالك ومسلسلاتك. والله شيء مشرف هذه، ويعني وسعيدة وفخورة يعني. ودائما أنا يعني لما ألتقي بالجمهور الكل يقول لي نحب نشوف شكلك وطيبتك وملامحك، وإن شاء الله يعني هو يعني اللي داخل يعكس على اللي برا. يعني إن شاء الله يكون طبيعتي وأسلوبي هذه هو منعكس على شكلي. بالتأكيد. طبعاً محمد، لو بنتكلم في البداية، أتوقع مو بس أنا ودي أسأل هالسؤال، كل اللي قاعد تابعنا الحين، قلة أعمالك، شنو السبب ما قمنا نشوفك في أعمال كثيرة في هالفترة؟ والله يعني أنا ما عندي أسباب، أنا حالياً متفرغة وما عندي أي شيء يمنع. طبعاً ممكن نسأل المنتجين المخرجين، ما في أي سبب بالنسبة لي أنا. يمكن يعني الأدوار اللي انحصرت فيها أحياناً ما تكون متواجدة يعني في الساحة، فبالتأكيد ما راح يكون لي نصيب في الأعمال. إنما أنا يعني منفتحة على كل الأعمال اللي تعرض علي. يعني مفروض سؤالنا نوجهه حق المنتجين. فعلاً. يعني فعلاً أنا سنة حين كاملة أو أكثر، يعني رمضان اللي طاف ما طلع لي، ما اشتغلت يعني. آخر شيء قبل سنتين اشتغلت عدة أعمال، بس من العام إلى السنة متوقفة، يعني شبه متوقفة. ممكن نقول هذه استراحة محارب، إن شاء الله من خلالها راح ترد وبقوة بأعمال جميلة مثل أعمالها السابقة اللي قدمتها. إن شاء الله أتمنى ذلك. أتمنى. لو بنتكلم عن الفن قبل والفن الحين، شو اللي تغير؟ يعني بالضبط اللي تغير الإخلاص في العمل، محبة العمل، التفاني من أجل العمل وليس من أجل شيء آخر كشهرة وكفلوس. يعني كنا نشتغل ما نفكر في الماديات، ما نفكر أن أنا بطلع والناس بتعرفني وبنشهر، ما نفكر إيش كثر بحصل. بالعكس يعني، وإحنا بداياتنا مسرح. والمسرح يعني كان شبه مجاني نشتغل. ما شاء الله. يعني يمكن في آخر العمل أتذكر حتى جاسم الله يرحمه، جاسم شريدة رايلي، كوني عضوة في مسرح أول، فكانت كل مسرحياتنا اللي نقدمها مجانية. في آخر الحصاد على ما يقولون، وبعد ما المسرح يسترجع اللي صرفه وكذا، يعني يبقى له يمكن مبلغ بسيط يبتدي يوزعه على المشاركين، ومبلغ بسيط ورمزي يعني. وكنا يعني نفرح فيه انه هو كتقدير لمجهودنا. وانت تعرفون المسرح بالنسبة لنا قبل، يعني كنا نشتغل بروفات ما تقل عن شهرين الى ثلاث شهور بشكل يومي مستمر. فكان حب العمل هو اللي يعني يجمعنا ويفرق عن الأعمال الحالية. يمكن في هالفترة نشوف الفنان اول شيء يتجه له المادة
واسمه وين راح ينحط؟ ينحط بالضبط. صح، هذا كثير من الفنانين اللي قاعد نشوفه الحين، لكن ويصير هواش بعضهم وحين اغلب ينسحب من العمل بهالسبب. ايه احنا اغلبهم يكتبونه في العقد مالهم ان اسمك في المكان الفلاني، يعني بعد اذا في نجوم كبار او نجوم صغار في المكان الفلاني. نعم. يعني يحدد. انا اتوقع استاذه شفيقه انت كلش مو من هالنوعيه من هالاوادم. لا طبعا، يعني بقول لك شيء، انا اول شيء ما اعتبر في سوق الفن نجمه. انت نجمه عندنا بالتأكيد، ويكفيني والله انا هذه مكتفيه فيه، مكتفيه بحب الجمهور. نعم. ويعني وسعيده بالعكس فيه، فهذه انا بعيده عنها جدا يعني. نعم. الحمد لله بالتأكيد. يعني ام محمد اعمال كثيره قدمتيها ولا زالت عالقه في ذاكرتنا، منها شر النفوس وعطر الجنه والساكنات في قلوبنا، بس نعم. اكيد في شخصيات ودك تقدمينها وللحين ما قدمتيها، فشنو هذه الشخصيات اللي تطمحين انك تقدمينها في هذه الفتره؟ انا يعني ما في شخصيه معينه بالضبط ان في بالي، بس انا مثل ما قلت يعني انحصرت في ادوار المراه الطيبه المتسامحه المغلوب على امرها، ودي اغير هالنمط هذه اللي انربطت فيه، بس مثل ما قلت لك يعني يمكن اغلبهم معتبرين ملامحي او يعني مساعدة على هاي الادوار، فيعني انربطت فيها، انما يعني المفروض في الممثل يؤدي كل الادوار. انا يعني اقول يمكن الكوميديا بعيده عني، ما اقدر اؤديها وما عندي امكانيه، لانها يعني فيها حس الدعابه وهذه شيء يعني موهبه من رب العالمين. نعم. انما الادوار الثانيه ممكنه يعني. نعم استاذه شفيقه، نشوف العديد من الشباب قاعد يتوجهون الى المجال الفني. نعم. من خلال ادوار متعدده، شنو الرساله اللي ممكن توصلينها لهذا الشباب؟ مثل ما قلت في بدايتي، اهم شيء يحبون العمل، يحبونه كعمل، يحبونه كمهنه، يحطون الاشياء الثانيه وراهم. نعم. وفي النهايه يعني بتيهم الشهره وبتيهم الفلوس، واحنا نشوف ما شاء الله يعني في شباب طلعوا من ولا شيء. صح. بجهدهم. صح. بموهبتهم، وهذا هو الشيء اللي بيبقى بعدين. نعم. نعم. ونشوف يعني العديد من الشباب ايضا ما توجهوا للتلفزيون ايضا من خلال السوشيال ميديا، وابدعوا من خلال السوشيال بالضبط ميديا. بالضبط. نعم. يعني حن هذه هي اللي ما شاء الله منتشره، اي والسوق الفني الحين فعلا. ما ليش نيه تدخلين في هالمجال، في مجال السوشيال ميديا، من خلالها تخلين بعض المقاطع؟ لا انا يعني هو بقول لك مثل ما قلت لك، هي اغلبها فيها روح الكوميديا، انا ما اقدر على الكوميديا مع الاسف. بس شوفي هو اهم شيء ان احنا لما نشوفك على الشاشه نضحك نبتسم، هذه اهم شيء والله. يا ربي هذه احلى شيء انا اسمعه واقدره ومستمتعه فيه، واحمد ربي كل يوم عليه ان انا محصله محبه الناس ويعني رغبتهم انهم يشوفوني على التلفزيون. جميل ان الرساله اللي توجهينها من خلال الفن واصله لنا. صح. توصل بسرعه، تدخل من القلب للقلب. الحمد لله مشكوره. يعني ام محمد في الفتره الاخيره تم تكريمك من قبل سمو الشيخ خالد في مهرجان خالد بن حمد المسرح الشبابي، فشنو يعني لك هذا التكريم؟ أول شيء اسمحي لي أوجه تحية وتقدير حق سمو الشيخ خالد على يعني تكرمه ورعايته لهذا المهرجان. نعم. أولاً المهرجان ما شاء الله، يعني أنا تقريباً شاركت في الثلاث. نعم. نسخ الأخيرة، وقاعدة ألاحظ تطور كبير. نعم. ما شاء الله يعني إضافات قاعدة تصير عليه، وجوه قاعدة تدخل، يعني وجوه إعلامية، وجوه فنية، قامات فنية تدخل، فهذا شيء يعني يشكر عليه الشيخ خالد، وتشكر عليه اللجنة القائمة. نعم. والمؤسسة أو وزارة شؤون الشباب. بالنسبة حق التكريم، بدون شك يعني أي تكريم للإنسان هذه بمثابة تقدير. نعم. اهتمام. صحيح. هو هي الكلمة نفسها تكريم. صحيح. فيعني الواحد شعوره جدا كبير انه حس ان عمله اللي قدمه على مدى سنوات او على احيانا حتى التكريم يصير حق ناس توهم مبتدئين. صح. لكنهم قدموا شيء حلو، قدموا شيء يعني كبير يستاهلونه، فالشيء يعني لما تشوفين انه تقدرين وتركبين على فعلاً. مسرح وينذكر اسمك من ضمن أسماء كبيرة وما شاء الله لها
والتاريخ في الفن المسرحي شيء جميل واستمتعت فيه، وأتمنى أنه يتكرر لي وحق غيري من الناس اللي قدموا أشياء جليلة. أنت فعلا تستاهلين هذا التكريم من خلال الأعمال اللي قدمتيها واللي فرحت فيها قلوبنا بالتأكيد خلال هذه السنوات. خلتي قلوبنا من خلالها. لو بنتكلم عن السوشيال ميديا أم محمد، نبي رأيك عن موضوع أن الفنان يحط يومياته في السناب في الانستغرام وغيره. شكلش بتعلقين عليه بقوة. لا يعني أنا بقول في النهاية إن هي في النهاية حرية شخصية، لكن أنا مو من مؤيدين هذا الشيء. يعني شنو بستفيد لما أشوف واحد أو واحد حط لي صورة راديو ماله وقاعد يسمع أغاني أو داشين بيتهم يروني أثاثهم ولا يعني ما أعرف خصوصيات ما لها داعي. أنا أشوفها يمكن هي إثبات وجود بس مو بشكل مستمر. الناس أو المنتجين يشوفونهم إن أنا ترى موجودة، لازلت موجودة. لا سوري يعني ما اقتنع. يعني أنا مو موجودة لأن ما أحط شيء على السوشيال ميديا. أنا موجودة يعني أنا بالنسبة لي إذا عندي فعالية فنية عندي مشاركة صح. معينة بنزل صور بحط في الإنستغرام في السناب في أي وسيلة، لكن أنا أقعد أحط يومياتي يعني بشكل متكرر بس طول اليوم يعني متى تقعدون بروحكم. بس البعض يتوقع أن لما هو ينقل هالأمور الشخصية يكون قريب من المتابعين أو الجمهور، هل تأيدين هذا الشيء؟ أنا ما أيد يعني يمكن بعد بحكم سني يعني يمكن هم شباب وعندهم أنشطة كثيرة صح. ويحبون يعني يراون المتابعين مالهم كل نشاطاتهم. أنا بالنسبة لي نشاطاتي نحصر أي في أشياء معينة وما أحب أبرز الشيء نشاطات الخاصة يعني صح. الشخصية ما لها داعي. وهاي يختلف بالنهاية من فنان إلى فنان وكل واحد توجهاته بهذا الموضوع صح. يعني أكيد في ختامنا أم محمد وتخبرين متابعين برنامج شمس البحرين عن جديد الفنانة شفيقة يوسف. هو حاليا قاعدة أصور مسلسل في مدينة أو إمارات أبو ظبي ولهم التحية. المسلسل من تأليف عبد الرحمن الوابلي وإخراج الحارثي. المسلسل هو يعتبر الجزء الثاني، الجزء الأول صورنا العام اسمه العاصوف. نعم راح ينعرض إن شاء الله في رمضان؟ والله هو متأكدة نعم. لحد الآن مو متأكدة لأن للحين حتى الجزء الأول ما انعرض. نعم كل التوفيق للأمانة لك إن شاء الله راح نتابع هالعمل. كنتي معنا الفنانة الغديرة شفيقة يوسف، شكرا على تواجدك معنا لهذا اليوم ونتمنى إن شاء الله نشوفك في الأعمال المقبلة القادمة. مشكورين وما قصرتوا ويعطيكم العافية وشكرا على هالاستضافة. شكرا سعدنا بتواجدك وحضورك معنا لليوم. أعلنت الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن افتتاح أول صالة إيماكس في مجمع سيتي سنتر. خلونا نتابع معكم شنو أهم ما يميز هذه الصالة في التقرير التالي. صالات ايماكس بالسيتي سنتر هون، وهي التقنيه بتختلف كليا عن الصالات البقيه. هيدا الافلام بتتجهز خصوصا تتنعرض بالايماكس، يعني الفيلم العادي المنه جاهز ما بينعرض بهون، افلام تتخصص بتتحضر تتنعرض. الايماكس هي عباره عن شاشه كبيره اكبر عن الشاشات العاديه، صوت مجهز سراوند من كل الجهات. الايماكس افلام تجي بال 2D وال 3D، مميزاتها هي الصوت والشاشة الكبيرة. من بتبلش الشاشة من الأرض تطلع كليا للسقف. هذه من بالصالات العادية ما تجي هيك، الصالات تجي عادة أصغر. هذه المميزات الخاصة بالآيماكس هي أكثر شيء هي الشاشة. فيلم بس تحضري بالآيماكس بتختلف كليا عن الصالة دي. ما ترجعين وتحضري أفلام بالصالات العادية، ما تتعودتي على الآيماكس على الصوت وعلى الصورة وعلى المميزات الـ 3D اللي فيها، ما تروحي تحضرين بالصالة اللي هي عادي.
احنا في شركه دله وايد فخورين ان احنا مسوين الافتتاحيه والبريمير حق جاستس ليج في اول سينما اي ماكس في البحرين. وفي نفس الوقت نحن نبغى نشكر ماجد الفطيم، مجموعه ماجد الفطيم، وللحين يعني نبغى نشوف المردود البحريني على الاي ماكس ثياتر. ليش اخترتوا هذا الفيلم تحديدا؟ الصراحه لان هاي الفيلم يعني من احسن الافلام مسوينه في هوليوود، يعني الماركتينج والفيلم بروحه مسوي يعني جو غير حق الناس اللي يطالعونه. كذي من احنا مختارين هاي، والاوف كورس يعني مين ما يحب باتمان واكوامان وسوبرمان، الصراحه قاعد يرجعني ايام متى انا كنت صغير الصراحه. كالعادة نختم حلقتنا اليوم مع السوشيال ميديا، واللي بتعرض لنا مقاطع فيديو لحسابات بحرينية متميزة على تطبيق الانستغرام. نشوفهم وراجعين لكم. اي لا لا يا كومي الف اهدي لا لا اي اخوي اي جايينكم اي جايينكم دعوة فهدي ماما وراك قطة في الشارع هنود بيشربون شي ولا زين نظافة من الليمون كأنك تقعد تفلسف اي خد نظافة من ليمون فينيش يا بنت يا رب عندها لك كهرباء نزل معاه شل معاه شل معاه شل معاه شل معاه شل شنو؟ لكل بداية نهاية مهما طالت، ومثل ما ابتدينا صبحنا بنوركم ونور شمس البحرين، نودعكم مشاهدينا ونلقاكم إن شاء الله يوم الأحد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة ونشوفكم الأسبوع الجاي.